صباح الخيرات على كل مستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنوا انكم تكونوا على خير وصباح مبروك برفقتنا دائما من خلال برنامج المرأة بامتياز لالا مولاتي ومع فقرات متنوعة اللي كنتمنوا ان شاء الله دائما انها تفيدكم وتنال اعجابكم. اليوم في شيوات لالا مولاتي غادي تشارك معنا اختصاصية فن الطبخ والحلويات نزهة من طنطا لمجدنا اقتراحات مميزة جدا. نتمنى انكم تكونوا في الاستماع ان شاء الله وتسجلوهم. كذلك غادي نقترح عليكم كريب مالح معمر بالخضرة والطون مناسب ان الوليدات يديو معاهم هكا الغداء اولا في الكوتي اولا عشيوه خفيفه. وغادي نمشيو نتعرفوا اكيد على الفائزه المحظوظه معنا اليوم في المسابقه. وبالنسبه لفقره نصائح خاصه بالاطفال رفقه الاخصائي النفسي ايمن البقالي غادي نتعرفوا معاه على اهميه النوم عند الاطفال دراسه جيده. ومع خبيره الشعر والتجميل في موعد ثابت حريه شويخ غادي نبقاو دائما في اهم النصائح التجميليه المفيده للعنايه بالبشره وبالشعر خلال فصلي الشتاء والخريف. يمكن لكم تواصلوا معنا ومع خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ اذا عندكم اي تساؤلات تجميليه تواصلوا معنا من 11 ل 12 وعلى 0522 88 0 0 60 61 62. فاصل غنائي وغادي نرجعوا الاولى فقرتنا خليكم اوفياء لالا مولاتي ما تمشيو في معنا الاوفياء وخاصه اللي عاد التحقوا بنا اللحظه. وغادي نمشيو مباشره شيوات لالا مولاتي رفقه اختصاصيه فن الطبخ والحلويات نزهه من طنطا. صباح الخير نزهه. صباح الخير اختي سناء. لاباس عليك صبحتي؟ الحمد لله الله يبارك فيك. توحشناك. الله يطول عمرك. الناس تكون على خير. الله يبارك فيك. الناس تكون على خير ان شاء الله. انت شكرا. مرحبا بسلامك والمستمعات كلهم. بارك الله فيك. اليوم حاولت نوع ما بين الوصفات اللي طلبوا لي السيدات وكنعتذر لان اختاريت غير شويه. اي ما كاين حتى مشكل بالعكس. وصفات على حساب الدراري الصغار يعني اختاريت واحد جوج ميني كيك مع بيني مالح وواحد السيده طلبات صفه ديال الشعريه مدفونه وواحد جوج انواع ديال الفقاس مالح ما كتبتش انا نعطيهم في عاشوره. المهم راه الفقاس ديما كيكون الحمد لله سواء بعشر او بلا عشر. نبداو على بعض. نتمنى الوقت يكفينا ان شاء الله. ان شاء الله. اول وصفه عندنا ميني كيك بالخيزو والبنان يعني نحاولوا ندخلوا خيزو في الكيكه. السيدات الا بغاو يديروها كيكه كبيره ولكن على حساب الدراري الصغار باش تعطيهم كيكه صغيره هكذا من الاحسن ديرهم ميني كيك اول حاجه. وبالنسبه للسيدات يعني الا سمحتي كيتصلوا بيا كتقول لك جربت الكيكه وما صدقات لياش وهذا راه يعني المقادير كيكونوا هما هذوك ولكن غير الطريقه ديال الخلط هي فاش كتختلف. يعني كاين بعض المرات اللي كان خصنا نطربو بطراب كهربائي وبعض المرات خصنا نطربو غير بطراب السلك. يعني راه المهم انا غادي نحاول نشرح مزيان واخا نتبع معاك واي حاجه قلتها نتمنى السيدات يكتبوها. الميني كيك بالخيزو والبنان عندنا اول حاجه كنغربلو جوج كيسان ديال الدقيق الفورس بالعبار ديال العنبه. يعني هاد الكيكات كلها بالعبار ديال العنبه. كنغربلو جوج كيسان ديال الفورس وجوج معالق كبار عامرين ديال الشوكولاط الحلو شوكولاط غبره اللي كيكون في الباكيه شوكولاط غبره ولا في القرعه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. هادو كنغربلوهم جوج المرات. جوج كيسان ديال الفورس جوج معالق كبار ديال الشوكولاط الحلو كيكون غبره ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. نغربلوهم جوج مرات وكنخليوهم على جهه. هذه هي اول مرحله. عندنا في اناء كنديروا ربعه ديال البيضات يكونوا كبار كنزيدوهم كاس ديال سنيده دائما بعبار العنبه يعني كلها بعبار العنبه الكبير وقريصه ديال الملحه. ربعه ديال البيضات وكاس ديال سنيده وقريصه ديال الملحه وكنطربوا بطراب كهربائي ماشي بخلاط يعني بطراب بالباتور يعني بطراب كهربائي حتى كنحصلوا على رغوه. كنطربوا مزيان مزيان تقريبا شي 5 دقائق حتى كيولي لينا هذا البيض والسنيده بحال الرغوه. من بعد كنزيدو كاس قل ربع كاس لاروب ديال الزيت كاس لاروب ديال الزيت بعبار العنبه. حنا كنطربو وحنا كنزيدو الزيت بحال الخيط ما نجيوش نديرو الزيت مره واحده يعني يد شاده الطراب كطرب واليد الثانيه كتخوي بحال الخيط هذاك الزيت وحنا كنستمرو في التطرق حتى كيسالي لينا هذاك داك الكميه ديال الزيت. ملي يسالي كنحبسو ماشي يسالي لينا الزيت وبقى نطربو غير يسالي لينا الزيت صافي نحبسو على التطرق كنحبسو على التطرق. من بعد كنزيدو جوج ياغورت ديال الشوكولات جوج علب ديال ياغورت ديال الشوكولات وكنخلطو بطراب السلك يعني ماشي بطراب كهربائي. هنا طراب كهربائي صافي يعني كنديرو بطراب يدوي ديال السلك العادي كنخلطو غير بشويه وكنزيدو هذاك الخليط ديال الطحين اللي غربنا من الاول كنديروه على جوج دفعات على جوج مرات. نديرو النص ونخلطو بضراب ديال السلك غير بشويه من فوق لتحت
وعاوتاني كنزيد واحد يعني ديك جوج كيسان ديال الطحين اللي غربلنا مع الكاكاو والشوكولاط على جوج مرات. من بعد كنزيدو ثلاثه ديال الخيز الزوات محكوكين، كنكونوا واجدينهم محكوكين بالحكاكه الرقيقه وكنخلطو غير بالسباتول. الا خلطتي بضراب السلك هذاك خيز الزو كيبقى يدخل لنا بين هذاك السلك، يعني كنخلطو اما بالسباتول اما بمعلقه ديال العود. كنزيدو جوج بنانات مقطعين مربعات، خلطو غير بمعلقه ديال العود. وفي الاخر كنزيدو ثلاثه ديال الخمارات ديال الحلوه وكنخلطو. الا بانت لينا هذا الكيك مازال شويه جاري كنزيدو معلقه كبيره ديال الفورس. مره كنزيدها مره ما كنزيدهاش على حسب البيض. اذا كان البيض كبير راه كنزيد في الاخر معلقه كبيره، كان البيض متوسط ما كنزيدش، كنكتفي غير بجوج كيسان بالضبط ديال الفورس. صافي كنخلط وكندهن القوالب الفرديه ولا كيكه وحده كبيره ولا مول طويل اللي بغات السيده، كندهنها بالزبده كنرشهم بالطحين. ومن الاحسن هذه العمليه نديرها قبل ما نبدا الكيكه، وندهن المول ولا المولات الصغار بالزبده ونرشهم بالطحين ونديرهم في الثلاجه ولا المجمد واحد 5 دقائق باش ما كتلصق ليناش الكيكه. من بعد كنخرجوا كنديروا فيها هذا الخليط ديال الكيك كندخلهم الفران يكون بارد من قبل. من الاحسن الكيكه كلها كنديرها انا في فران بارد، ما كيجي فيني سخون الفران يعني تتكون بدات كطيب. اييه يعني حتى كندير الكيكات الصغار كنديرهم في وسط طاوه ولا كيكه كبيره كنديرها وكنشعل الفران ناقص وكنخليها تقريبا الا كانت كيكه كبيره راه ساعه الا ربع عاد عندي الحق باش نفتح الفران. كان عندي كيكات صغار 20 دقيقه عاد نفتح الفران وكنشوف. صافي كيطيب كيكه عاديه وكنخرجوهم كنزينوهم بالزين ديالهم. عندنا في مقله كنديروا جوج خيز زوات محكوكين بالحكاكه الرقيقه في مقله ما كتلصقش، جوج خيز زوات محكوكين معلقه كبيره سكر كلاصي ومعلقه صغيره ديال الحامض عصير ديال الحامض ومعلقه صغيره ديال الزبده بوماد واحد 15 غرام تقريبا ولا 20 غرام. جوج خيز زو محكوك بالحكاكه الرقيقه معلقه كبيره سكر كلاصي ومعلقه صغيره ديال الحامض ومعلقه صغيره ديال الزبده وكنشحرهم على نار ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحرق ليناش خيز زو، ما تكونش ناقصه باش ما يطلقش الماء، يعني نار متوسطه قريبا من 5 حتى 10 دقائق غير كنشوفوا داك خيز زو راه نزل صافي دبال صافي كنطفيو عليه. وحنا كنحركوا من 5 حتى 10 دقائق، ملي كنطفيو عليه خارج النار كنزيد جوج بنانات مقطعين مربعات. واخا الخيز زو مازال سخون ما عندناش مشكل لان داك البنان راه ما كيكحلش لان عندنا الحامض. جوج بنانات مقطعين مربعات صافي كنخلطوا وكنزينوا بها الوجه. اذا كانت عندنا كيكه كبيره كنديروا هذا الخليط كله في الوجه ديال الكيكه، كانوا عندنا كيكات صغيورين فرديين كنديروا غير شويه شويه وكنزينوا بخطيطات ديال الشوكولاته مذوب، الشوكولاته اسود مذوب بالصحه والراحه يعني كيجيو رطبين وزوينين. نتمنى السيدات يجربوا اكيد ان شاء الله الطريقه مفهومه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. عندنا كيكات فرديين بالسميده والبرتقال عصير ديال الليمون عندنا في خلاط كهربائي، هذه عاديه ما فيهاش ضرب لا حتى شي حاجه، خلاط كهربائي كنديروا ربعه ديال البيضات كاس ونص سنيده بالعبار ديال العنب الكبير كاس ونص سنيده وفانيه وحده ساشيت فاني ولا شويه ديال الروح ديال الفاني وكنطحنوا بحال اللي كنطحنوا عصير يعني كنخلطوا. من بعد حنا كنطحنوا في نفس الوقت كنزيدوا كاس ديال العصير ديال البرتقال والخلاط خدام يعني بهذاك الغلاقه الفوقانيه حنا كنخلطوا وحنا كنزيدوا كاس ديال عصير البرتقال. من بعد كنزيد كاس لاروب ولا بحال اللي قلتي نص كاس هو كثير يعني نص كثير ديال الزيت كاس لاروب ولا نص وافي ديال الزيت. حنا كنطحنوا حنا كنزيدوا الزيت بحال الخيط حتى كنساليو. من بعد كنزيد كاس ديال السميده الرقيقه كاس سميده رقيقه كنطحن كنحبس واحد شويه ونزيد كاس ونص ديال الفورس. هادو راه بالعبار كاس ونص ديال الفورس دائما بعبار العنبه وكنطحن. ملي كنسالي كنطحن غير شويه يعني ماشي غير كنحس بهذاك السميده تخلطات عاوتاني داك الطحين تخلط كنخوي هذا الخليط في اناء. من بعد كندير معلقه كبيره ديال الفورس فوق منهم جوج خمارات ديال الحلوه ومن الاحسن الخمارات الحلوه تغربل انت هي تغربل مزيان فعلا هي تغربل فوق منها ما نجيش وندير صاشيه ديريكت نغربلها وكنخلط بضراب ديال السلك عادي. ملي كندير الطحين ومعلقه كبيره ديال الطحين مع جوج خمارات كنخلط غير بضراب ديال السلك صافي ما كنزيد حتى شي حاجه من غير يعني واخا تبان لك شويه جاريه راه من بعد السميده كتشرب. وكيكونوا عندنا مولات صغيورين مدهونين بالزبده ومرشوشين بالطحين كنديروا تقريبا نص الكبير فيهم وكنزين باللوز ايفيلي ما محمرش من الفوق غير واحد رشيشه اللوز ايفيلي
ولا الفروي ولا الفواكه الجافه ولا الزبيب ولا اي حاجه بغات السيده ديرها وكتدخليها الفران بارد من قبل صافي حتى كطيب. ملي كتحمر وكطيب كندهنها بالنباج يعني حتى هذه كتجي خفيفه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سي سناء. غنمشيو لبيني مالح. مالح بيني مالح اللي بغات السيده ديروا الوليدات هكا في الغداء يديو مع المدرسه. عندنا نص كيلو في قصريه كنديروا نص كيلو ديال الفورص. عندنا 60 غرام ديال الزبده ولا جوج معالق كبار كتكون بوماط 60 غرام ديال الزبده. نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الحليب غبره كتبقى اختياريه يعني اللي ما عندهاش ماشي مشكل، جوج ديال البيضات ومعلقه كبيره خميره ديال الدار وخماره وحده ديال الحلوه. هادشي كلشي في مره وحده. وجوج فرماجات مثلثين حتى هما اختياريين. عندنا نص كيلو ديال الفورص، 60 غرام ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الحليب غبره اختياريه، جوج بيضات، معلقه كبيره خميره ديال الدار خميره معجونه وخماره وحده ديال الحلوه خمارة وحده ديال الحلوه وجوج فرماجات. وكنجمعو بالماء دافي، كنجمعو بالماء دافي وما تكون راه غير شويه ديال الماء اللي كنستعملو وكندلكو بحال اللي كندلكو المسمن. يعني كنحاولو العجينه ما تكونش جاريه بزاف ما تكونش قاصحه يعني بحال العجينه ديال المسمن وكندلكوها مزيان ونغطيوها ببلاستيكه 5 دقائق غير على ما نجمعو هذيك البلاصه اللي غادي نخدمو ما نخليوهاش تخمر ما نخليوش هاد البنيه يخمر. من بعد كنسرحوه بالمدلك وحنا كنرشو شويه الطحين. السيده كتسرح وفي نفس الوقت بحال اللي كتجبد بيدها باش كيعطيني شكل مربع بحال اللي كتعاوني بيدك باش تعطيني مربع وحنا كنسرحو حتى كتولي رقيقه وكنطويوها بحال الرغيفه ما كنديرو لا زبده لا حتى شي حاجه يعني غير كنطويو على 4 بحال اللي كنطويو مسمن مربع رغيفه مربع. هاد الطويه اللي غادي نطويو هي السر باش كيتنسخ لينا البنيه ملي كنقليوه في الزيت. وراه ما كيشربش الزيت يعني السيده تسمعوا الزيت راه ما كيشربش الزيت نهائيا كيجي خفيف. يعني كنطويوها على 4 وكنخليوها واحد 5 دقائق ترتاح وكنعاودو ندلكوها بالمدلك كنسرحوها بالمدلك ما تكونش رقيقه ما تكونش غليظه وكنقطعوها دوائر. يعني هاد العمليه كنديروها غير مره واحده وكنديروها في واحد المنديل ولا واحد الزيف وكنحطو هاد الدوائر اللي قطعنا اما بكاس كبيره هكا ديال الماء ولا بشي زلافه صغيره ولا كنقطعوهم دوائر وكنغطيوها وكنخليها تخمر. يعني هاد البني كيخمر مره واحده. من بعد كنسخن الزيت مزيان وكنقفلو حتى كيسخن كنقفلو وكندير هاد البني هذا كي غير كنديروه في الزيت كيتنفخ راسو صافي وكنقلبو على جوج جهات حتى كيتحمروا كنخليوهم في الشبكه كيسقطرو مزيان من الزيت وكنوجدوا اي حشوه بغات السيده على حسب الاختيار اما الفرا ديال البيبي مشحره اما اللحام اما الدجاج متوفر كل مره نوعو كل مره نوعو شي خاص الزيتون وتعمر به هذا البني كنفتحو غير شويه في الجناب كنعمرو به البني وبالصحه والراحه راه كيجيو خفاف وما شاربينش الزيت نهائيا. ايه الله يعطيك الصحه والصحه والراحه. ونمشي للسيده اللي طلبات ليا الصفه ديال الشعريه وغادي نعطي القياس ديال الماء وراه سبق تعطيتها ولكن غادي نعاودها نذكروا بها فعلا اي شحال دي ما عطيناها نعاودها باش نتمنى السيده اللي طلباتها تكون في الاستماع. عندنا الصفه الشعريه في البرمه كنديروا الماء من الاحسن هذاك الماء يعني يكون نقي لانه هو اللي غادي نسقيو به هو اللي غادي نسقيو به. نغسلو البرمه مزيان ونديرو فيها الماء وناخذو كيلو ديال الشعريه غادي نعطي القياس ديال كيلو اللي بغات تجرب نص كيلو تقسم المقادير على جوج. كيلو ديال الشعريه ديال التفوار من الاحسن هذيك كتكون ديال القمح الصفراء كندهنوها بجوج معالق او ثلاثه ديال الزيت. اول حاجه كندهنوها بجوج معالق كبار او ثلاثه ديال الزيت. كندهن في الاول بجوج معالق الا شافت ان خاصها شويه ديال الزيت زيد المعلقه وكنحاولوا نلبسوها مزيان هذاك الزيت كنخلطوه نخلطوه حتى كنحسوا ان كل حبه ديال كل الشعريه وحده فيها الزيت ونخليو حتى شي وحده بلا زيت كندهنوها مزيان يعني تلبسات بالزيت اييه تلبس كل هذا الزيت وكنديروها في الكسكاف كنخليوها كتفور حتى كتشوك. حنا كنقولوا حتى كتشوك يعني ايوه هذيك الشعريه كتطلع الفوق بحال هكا فعلا كتشوك فعلا هذو يعني ملي كتشوفها السيده راه الباخ طالعه فيها وهذا وكتشوف كنقلبها في قصريه كناخذ هذاك الماء اللي فورات فيه كناخذ القياس منه نص لترو ديال الماء طايب ولا دير ماء طايب على جهه اخرى في غلاي ولا هذا المهم كيبقى لها الاختيار غير هي نص لترو بالضبط خا تعبروا نص لترو ديال الماء طايب هي كتخوي بشويه وكتحركي بمعلقه هكذا حتى كيشرب لينا هذاك نص لترو ما تزيد عليه حتى شي حاجه نص لترو ديال الماء طايب وكتخليها كتشرب القصريه. ملي كتشوف هذيك الشعريه صافي راه شربات ما بقاش الماء نهائيا كنعاودو نرجعوها في الكسكاف
ونخليوها تفور. ملي كنشوفوها عاوتاني فورات مزيان وحتى المره الثانيه كدير هذيك التشويكه كنخرجوا كنفرغوها في قصريه وكنسقيوها بيترو ديال الماء طايب ماشي بس طايب يعني غليان. المره الاولى بنص سيترو، الثانيه بيترو وشويه ديال الملحه وكنعاود نخليوها كتشرب، كتجلس تقريبا شي ساعه باش كتشرب ولا 20 دقيقه باش كتشرب، عاد كنرجعها المره الاخيره باش كتفور. ملي كتفور كندهنها بشويه ديال الزبده، يعني المره الاولى دهنتها بالزيت فورات، المره الثانيه سقيتها بالسيترو ديال الماء طايب، والمره الثالثه بيترو ديال الماء طايب وكندهنها بشويه ديال الزبده، واحد معلقه ولا جوج ديال السكر كلاصي صافي وكنوجدها. هي الصفه هي واجده اللي بغات ديرها بوحدها ولا بغات ديرها مدفونه. انا اليوم عطيها مدفونه، غادي نوجد الوقيته اللي كتكون تفور الصفه انا كنوجد الدجاجه. عندنا دجاجه مغسوله بطبيعه الحال الليله من قبل وملحه، كنقطعها على اربعه وكنديرها في طنجره عاديه، طنجره صغيره، كنزيدها نص معلقه صغيره ديال السكنجبير. الدجاجه تكون فيها تقريبا من 2700 حتى من الاحسن حتى 3 كيلو باش كتلقاي ما غادي تفتي فيها. عندنا الدجاجه مقطعه على اربعه، كنزيدها نص معلقه صغيره سكنجبير وشويه ديال الزعفران شعره، اللي ما عندهاش بلاش يعني دير غير الزعفران ملون ولا الخرقوم، وشويه ديال البزار، وراس معلقه صغيره ديال القرفه، وندير الماء. الماء اللي غادي يطيب ليا هادشي اللي كندير فيها، ما كنديرش البصله، ما كنديرش الزيت نهائيا، لان هذيك الدجاجه غتطلق شويه داك اللي داب، وكندير نص سيترو ولا يطرو الرب ديال الماء اللي غيطيب لي هاد الدجاجه. كندير فيها غير سكنجبير وشويه الزعفران اما ملون او خرقوم او شعره، وشويه ديال البزار والقرفه والماء فقط، هادشي اللي كندير. الملحه ما كنديرهاش لان راه الدجاجه راه مملحه، وكنخلي هاد الدجاجه كطيب في هاد العناصر. اللي بغات دير راس معلقه تحميره باش كتبدل ليها اللون عندها الاختيار. كنخلي هذيك الدجاجه حتى كطيب مزيان وكنحيدها، كنخليها كتبرد، كنحيد ليها العظام والجلده وكنفتتها بحال اللي باغي ندير البسطيله، كنخليها على جهه، وهذيك المريقه كنخليها كتختار حتى كيولي تقريبا واحد نص كاس تقريبا ديال العنبه او كاس لاروف ديال العنبه، راه كتختار يعني واخا ما فيهاش البصله ما حتى شي حاجه، يعني كتختار وحنا كنحركوا حتى كتبقى تقريبا نص كاس. ملي كيبقى لينا نص كاس كنرجعوا هذا الدجاج اللي فتت لهاد المريقه هذه وكنحركوا غير بشويه وكنطفيو عليها. نهار الدجاج واجد، كنمشيو للشعريه اللي فورنا كنقسموها على جوج، نص النص كنديروا كطبقه اولى وفوق منها تفريشه ديال الدجاج وفوق منها عاوتاني الشعريه، واما كنقببها اما كنديرها في اطار اما السيده ليها الاختيار، وكتزيني باللوز مسلوق ومحمر في الفران والبرقوق معسل مشماش بيض، يعني كتبقى تزين على حسب لمسه العين حتى هي كتاكل، وداك التزيين بداك الشكل كيجي زوين ما بين المشماش والبرقوق معسلين وما بين اللوز. يعطيك الصحه، حاجه زوين. الله يبارك فيك. الى بقى الوقت نعطيها جوج فقاس بعجاله. عندنا فقاس باللوز مالح، كنطلب هذوك صغيورين. ايه هذوك صغيور وفعلا مزيان، لانه كان في عاشورة كنا بغينا ناخذوا هذوك الاقتراحات من عندك، وتبارك الله عليك يعني جاو زوينين. مزيان اختاريتي لنا جوج فقيقات، لانه الصراحه واحد يصايبهم على مدار العام ماشي غير في عاشورة. كيتحطوا بلا فقاس باللوز كيكون مالح وحار. عندنا في قصريه 200 غرام ديال الزبده، بوماده رطبه، نزيدوا بيضه، العناصر كلها في مره واحده، 200 غرام زبده وبيضه واحده، ونص معلقه صغيره ديال الثومه غبره، و50 غرام ديال الفرماج الاحمر محكوك ولا جوج فرماجات مربعين، اللي ما عندهاش فرماج الاحمر تعوضهم بجوج فرماجات مربعين، وشويه ديال الملحه تقريبا واحد نص معلقه هكا ماشي شويه يعني نص معلقه صغيره لانه هو مالح، و50 غرام ديال اللوز غير كنمسحوه وكنقطعوا كل حبه على جوج او على ثلاثه، معلقه صغيره ديال الهريسه، وكنخلط بيدي 200 غرام زبده بيضه، ونص معلقه صغيره ديال الثوم غبره، و50 غرام فرماج حمر محكوك، نص معلقه صغيره ديال الملحه، و50 غرام ديال اللوز مقطع، ومعلقه صغيره ديال الهريسه. كنخلط مزيان وندير نص خماره وحده ديال الحلوه غير نص، ونجمع ب 300 غرام ديال 300 حتى 340 غرام، يعني كنجمع ب 300 كلها، الا كانت البيضه كبيره وخاصني نزيد كنزيد 40 غرام. من بعد كنحربل، كتكون رطبه شويه هاد العجينه، كنحاول نحربلها حريبله رقاق ماشي رقاق بزاف، كنتوسطين، وكناخذ واحد البيضه ونخلطها مع السوجه
شي مرات كندير هاد العمليه، شي مرات غير هكذا كنديرها في المجمد ونقطع. كناخذ واحد البيضه مع شويه ديال الصوجه وكندهن هاد الحريبلات وكنفندهم في الزنجلان كيكون محمر غير واحد شويه. كنمرمدهم في الزنجلان وكنحطهم في بلاطو كيكون فيه بلاستيكه وكنديرهم في المجمد ساعتين او ثلاثه ولا يباتوا ليله كامله. ومن بعد كنخرج غير بالحريبل بالواحد بالواحد وكنقطع دوائر كنطيبهم في الفران. طياب عادي، طياب الفقاس وبالصحه وراحه. كيجيو بهذاك الثومه غبره واللوز راه كيجيو رائعين ماشيين ومذاق بنين. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. وغادي نختم لك بالشيبس. اييه شيبس حتى هو نوع من الفقاس، شيبس بصله. عندنا في قصريه ربعه ديال الفورس، 250 غرام ديال الفورس، كنزيدها فرماجه وحده مربعه، فرماجه وحده مربعه، 50 غرام ديال الزبده تكون رطبه، ومعلقه صغيره، معلقه صغيره حتى معلقه ونص ديال البصله يابسه. اللي كتبغي نسمد البصله دير حتى جوج معالق صغار ديال البصله يابسه، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال العطريه المكسيكيه. غادي نرمل هاد العناصر كلها، ربعه ديال الفورس، فرماجه مربعه، 50 غرام ديال الزبده، ومعلقه صغيره ونص ديال البصله يابسه، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال العطريه المكسيكيه. كنحاول نبسس هاد العناصر كلها حتى كيترمل ليا داك الفورس. ونجمع بشويه ديال الماء دافي، ما فيها لا خميره لا بيض لا حتى شي حاجه، كنجمع غير بالماء دافي. وكنحاول ندلكها غير شويه بحال اللي كندلك العجينه ديال الكعبه سال ولا صافي. كندلكها غير واحد شويه، كنخليها كترتاح واحد 10 دقائق هكذا حداك يعني بلا ثلاجه ولا شي حاجه. وكنسرحها ما بين جوج بلاستيكات كتكون رقيقه بزاف، ولا تخرجيها في هذيك الاله الخاصه بالشباكيه ماكينه. اي خاصها تكون رقيقه بزاف. واما كتقطعها سيده دوائر باش كتجي مدوره بحال الشيبس. انا قطعتها مربع بمرشم مربع، وهذاك المربع كنت عاود على جوج مثلث، ودرتهم في الطاوه دخلتهم الفران حتى كيتحمروا بالصحه والراحه. كيجيو مقرمشين، وهذاك المذاق ديال العطريه المكسيكيه مع البصله راه كيجيو رائعين. وفعلا وبدل ما ان الوليدات ياخذوا شيبس هكا وفيهم بزاف المواد المصنعه، يعني هادو تبارك الله كيجيو زوينين وكيكونوا مخدومين على ليد. اشنو دارت فيه المذاق كيجي يعني غالب بزاف فعلا. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والله يعطيك الخير. شكرا لك بزاف. بارك الله فيك اختي سناء. تحياتنا لك، مشكوره جدا اختصاصيه فن طبخ والحلويات نزهه من طنطان. نوعت لنا اقتراحات مناسبين سواء هكا سفل العراده، وكذلك بالنسبه لهذه الاقتراحات خاصه بالوليدات وهاد الفقيقسات العاشوره، وممكن اننا يعني نستعملوهم على مدار السنه لانه فعلا كيجيو زوينين. ونتمنى انكم تجربوا هاد الاقتراحات. بالنسبه لهاد الشيء بصراحه فعلا كيجي زوين بزاف، ونتمنى انكم تجربوه الوليدات. طريقه سهله، مقادير بسيطه، ونخلطوه مع شويه ديال القليه مثلا قدامهم ديك الساعه اللي كانوا كيتفرجوا سواء في رسوم متحركه او لا اي حاجه او لا شي فيلم مثلا في الويكاند، ياخذوا شي حويجات اللي على الاقل مصايبين في الدار. الدراره كلها فوائد. وملي كنخلطوها دائما الدره يعني نحطوها في زليفه يعني نصايبوها في الدار، يعني راه جوج دراهم ولا درهم تبارك الله راه كتخرج في الدار. وديك الساعه هذيك القليه نخلطوها، هذيك الزلافه غنعطيو الوليدات فيها القليه نديروها بطريفات ديال التمر بالعظم، نديرو مثلا شويه ديال الزبيب، نديرو شويه ديال المشمش يابس، نديرو شويه ديال اللوز، شويه ديال الكاوكاو، شويه ديال القرقاع طريفات، ونغلبوا القليه على هاد الفواكه الجافه الفاكهه. هكذا الوليدات غيبداو يقرمشوا هما كيتفرجوا، ونفرضوها عليهم يعني ياخذ القليه ياخذ معاه هاد الشيء راه مره على مره، يعني واخا مره ما يبغيش مثلا او ينقي غير القليه مره اخرى مره اخرى، يعني حتى كيستنسوا وكياخذوا هاد الحويجات. هاد الاقتراح حتى هو كيجي زوين ديال الشيبس نصايبوه في الدار ونقدموه للوليدات لانه كيجي ممتاز. ومازال ان شاء الله نعطيو اقتراحات اخرين خاصه بالاطفال. غادي نتوقفوا مع فاصل قصير وغادي نرجعوا باش نتعرفوا على شكون المستمعه الفائزه المحدوده معنا اليوم في المسابقه. اذا غادي نمشيو مباشره نتعرفوا على شكون الفائزه المحدوده معنا الفوز في المسابقه. ومعنا على الهاتف مباشره حنان برناق من قنيطرة. صباح الخير حنان. صباح النور لالا. لاباس عليك على خير؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. كيداير نتوما؟ لاباس الحمد لله بارك الله فيك. مبروك عليك الفوز بهذا المنتوجات ديال تنظيف اكسيت، وراكي مباشره دزتي في سحب القرعه ان شاء الله، ولربما ان شاء الله تكوني من الفائزات في نهايه الشهر بطاقم ديال الذهب. شكرا بزاف والله يبارك فيكم
وميد راديو ديما في القيمه. نالي حشمنا معكم، بارك الله فيكم، مرحبا بك في اي وقت. مبروك عليك مره اخرى حنان، برنامج من قنيطره وربحت منتوجات تنظيف متنوعه وديال اكسات، يعني اللي ممكن انكم تربحوها يوميا ومباشره، يعني باش نتكلموا دائما على قالوا المسابقه راه ساهل، يكفي انكم يعني تاخذوا المنتوجات ديال اكسات على حسب نتوما المنتوجات اللي اختاريتو. مثلا اختاريتو السائل التنظيف مثلا ديال الارضيه او السائل ديال الزاج مثلا اللي كنمسحوا به الزاج، غادي تحاولوا انكم تمسحوا مثلا ديك المرايه او لا تمسحوا مثلا البوطاجير او الارضيه، وملي يعني تنقى وتنظف غادي تحطوا هذاك المنتوج وتبعثوا لنا بالصوره يعني ديال هذاك المنتوج كيفاش نظف لكم هذيك البلاصه. يعني كل سيده يعني شنو كتختار على حسب يعني واش الكوزينه واش الحمام واش الارضيه ديال الدار او لا يعني الجاج ديال الشراجم وغيره يعني من الامور اللي كنظفوا، وتبعت لينا بالصوره، وهذيك الصوره غادي تصيفطها في الرقم ديال الواتساب اللي فيه 06 50 87 70 55، 06 50 87 70 55. تبعثوا لنا بالصوره مرفوقه بالاسم ديالكم بالكامل مع المدينه. كاين بعض السيدات اللي كيبعثوا بالصوره وكيبعثوا تحت منها يعني في الواتساب السميه ديالهم والكنيه ورق والمدينه اللي هما يعني يشاركوا فيها، وكاين بعض السيدات اللي في هذيك الصوره كيديروا واحد الوريقه وتكتبوا فيها السميه والكنيه والمدينه وكيحطوها هكا مع الصوره باش ما كينساوش يعني الاسم ديالهم الكامل هكا لربما يصيفطوا غير الصوره بوحدها. ويوميا مستمعه محظوظه غادي تفوز بمنتوجات تنظيف اكسيت، بالاضافه على انه قد ما كتضعفوا الحظوظ ديالكم بالنسبه للسيدات اللي مثلا مازال ما ربحوش، اكيد على انه المسابقه راه مازال مستمره، فكل سيده تواصلنا معها وربحات هاد المنتوجات يعني بشكل يومي مباشره الصوره ديالها كدوز سحب القرعه. اما السيدات الاخرينات يعني اللي مازال ما شاركوش او لا مازال ما حالفهمش الحظ انهم يربحوا معنا يوميا، فيزيدوا ويضعفوا الحظوظ ديالهم فوق ما يستعملوا هاد المنتوجات، يعني يصوروا لنا الصوره، واكيد على انه ان شاء الله فاش غادي تختاروا مباشره غادي يدوزوا لسحب القرعه باش ان شاء الله المستمعات الحدقات يربحوا في نهايه كل شهر طاقم ديال الذهب. ونتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. كنجدو الترحاب والتحيه الصباحيه لكل مستمعينا الاوفياء وخاصه اللي عاد التحقوا بنا اللحظه، ووصلنا لفقره النصائح الخاصه بالاطفال ومعنا ايمن البقالي اخصائي نفسي. اهلا بك ايمن. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك فيك. اليوم غادي نتكلموا على اهميه النوم للدراسه الجيده عند الاطفال، وللاسف بعض الاطفال يعني ما تينعسوش ويعني كيبقاو يعني في وقت متاخر بالرغم من المحاولات المتكرره بشتى الطرق ديال الوالدين ولكن دون نتيجه. وحنا كنعرفوا اهميه النوم المبكر باش كياخذ الطفل ما يكفي يعني من الراحه الجسديه والعقليه باش يكون عنده يوم موالي جيد في المدرسه. نعم، هي لا يخفى على احد ان النوم مهم باش الطفل يرتاح ويكون في صحه جيده. هذه ما لا يختلف فيها اثنان، ولكن اللي خصنا نعرفوا كذلك هو ان النوم هو بنفسه وسيلة من وسائل تعلم. يعني فاش الواحد كيكون في النوم الدماغ ديالو كيكون كيشتغل، كيبقى كيشتغل. يعني بالنسبة للطفل اللي في المدرسة تعلم واحد المجموعة ديال الأشياء، فاش كينام هادوك الأشياء اللي تعلمها الدماغ ديالو كيعاود الترسيخ ديالها بحال السينتا بصفه متسارعه. يعني بحال داك السينتا اللي كترجع بالزربه، الطفل فاش كينام كيعاود يسترجع فيتاس اكسيليري هذاك الشيء اللي تعلمو كاملا. وشنو الهدف من هذه المساله؟ هي الترسيخ، يعني كتغرافي هذيك المسائل اللي تعلمتها كتغرافيها، ولكن خصك النوم يكون دو كاليتي، يكون فيه واحد الجوده. كتغرافي وبمعنى ان فاش الطفل كينام راه لو بروسيسوس يعني السيروره ديال التعلم كتكتمل كتكمل المشوار ديالها. وهذا بعض المرات حنا كنفيقوا الصباح شي حاجه بالليل عينا ما نحاولوا نفكروا فيها ونلقاو لها حل ما كنلقاوش. كنفيقوا الصباح كنفيقوا بافكار جديده. ما معنى هذا؟ معنى ان الدماغ كيبقى كيشتغل.
كيبقى في داك السيروره ديال التعلم ديالو. ولهذا كنقولوا للاباء اللي بعض المرات كيسحب لهم ان العمل مثلا الواجبات وهذا والمراجعه الى اخره الى اوقات متاخره من الليل هو اللي غادي يساعدهم باش يكتسبوا الكفاءات. حنا كنقولوا لا، النوم بكري والفياق بكري، يعني النوم دو كاليتي هو النوم بكري والفياق بكري، كيعاون اكثر الطفل او المتعلم فسيرور التعلم، لان هذاك الشيء كاع اللي قراه ولا اللي خدمه ولا هذا راه كينضج، كانه كينضج فوق النوم. فاش كينضج كيصبح الواحد شي حاجه كنت حفظتيها لافي وكيجيب لك الله انت راه ما حافظهاش ما عقلتيش عليها، الصباح كتصبح كتعرض كتلقاها مهضومه. لهذا النوم مهم، ما نبقاوش نقجروا على وليداتنا. ملي كنتكلموا ايمن على النوم الجيد، يعني النوم اللي فيه جوده بالنسبه للاطفال، الا بغينا نقول انه يقدر يقول لك مثلا لا راه ولدي كينعس بكري كنعسو بكري، ملي كنشوفو كنلقاو 11 ونص مثلا. كاين مفهوم واحد ديال النوم الجيد. النوم الجيد هو الناس ديال قبل ما كانت الضو، النوم الجيد هي مع العشاء نورمالمون خاص الطفل ينام ويفيق الصباح، يفيق الصباح بكري وقت ديال المدرسه راه تيبقى ياخذ حاجياته الكافيه. هذا كاين متخصصين في النوم كيعطيو القدر مثلا شحال ديال شحال من ساعه الى اخره، هذا ماشي التخصص ديالي، ولكن اللي كنعرف ان النوم الجوده ديال النوم هي نعس بكري والفيق بكري، ونحيدوا قبل النعاس نحيدوا كاع ادوات الالكترونيه البيوت، ما خصش يكون في التلفازه، ما خصش يكون البورطابل في بلاصه النوم، ما خصش يكون هاد المسائل كامله اللي كتشوش على 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 الجوده ديال النوم. هذه مهمه. المساله الاخرى هو ان ولو الاطفال كيستعملوا هاد الالعاب الالكترونيه الادوات الالكترونيه هذه كذلك، لان الدماغ فاش كيستعمل الادوات الالكترونيه كيكون اون سيرشوف، كيكون بحال كي الموتور كيدور بسرعه كبيره بحال انت داير بوين مور في الطوموبيل ومكسيري، الدماغ كيكون مرهق وخص واحد الوقت طويل باش يعاود يرجع عندك لا فيتاس داك السرعه العاديه ديالو باش ينام، ولهذا كتعطل لو بروسيسوس، كتعطل السيروره ديال النوم. ولهذا الادوات الالكترونيه الله يخليكم حتى هما ما بالليل نحاولوا نتفاداوهم نقصوا منهم الى اخره. نوفو بيك كريستال سوفت jusqu'à 35% de douceur d'écriture en plus. كاين تساؤل ديال واحد المستمعه، ولدي عنده 4 سنين كيجيني بحال كائن ليلي، خوتو كيمشيو ينعسو هو كيمشي غير بزز الفراشو كينعس وكيبقى فايق، كل مره كيدير السبه ماما غطيني ماما بغيت الماء ماما سمعت شي صداع خفت والله حتى حرت معاه. شنو السن ديالو؟ 4 سنين. في سن 4 سنين كيقدروا يوقعوا هاد مثلا التخوف من الليل من النوم الى اخره. في 4 سنين خاص الطفل يكون نرافقوه في داك السيروره ديال النوم ديالو، من يدير البيجاما ديالو ولا يلبس ولا يمشي للحمام الى اخره، كنرافقو كنطمئنو كنجلس معاه وكنعاود ليه قصه كنقرا ليه شي حاجه الى اخره، كنرافقو حتى كينام، حتى هذا ما نخليوش طفل ديال 4 سنين بوحدو. ريت ما انه يتعود تماما، قد يكون قلق من شي حاجه ولا الخوف، يعني الاطفال في هذا السن كاين هذا الاحساس بالخوف، ولهذا نطمئنوا بالحضور ديالي ونقول له انا معك غنمشيو غادي نديرو هذيك السيروره ديال النوم لو ريتوال، نخلق معاه دي ريتوال يستانس بهم باش ياخذ دي روبير، مثلا عارف في هذه الوقيته
هاد الوقيته كنمشيو انا وياه كندير واحد المساله قبل النوم، من بعد واحد القصه ديال 10 دقائق، من بعد كنقول ليه فودني شي حاجه بيني وبين والى اخره، كنخلق دي ريتوال واحد العادات اللي هو كيطمئن ليها، من بعد هو غيبدا يطلبها وغيبدا يتشبث بحال الاشارات انه راه قرب قرب يمشي ناس، وكيبدا يتشبث بهذوك المسائل لانك يطمئنوه كيجعلو يكون في يكون في امان، خاصه انه من 4 سنين مازال في سن صغيره. نعم. اخر اسابيس من عند سعيده ام محمد امين، ولدي عنده 6 سنين كينعس بكري لا في الصيف ولا في الشتاء، يعني حتى في الايام القرايه الحمد لله ما كنلقاش معاه مشكل، 8 ونص راه ناعس وهو اللي تيبغي ينعس بكري، غير هو كيفيق بكري. الصعوبه اللي عندي هو انه كيفيق في الصباح كضربوا الفيقه مع 5:30 ديال الصباح تيكون فايق، فاضطريت انني نبدا ننزل ليه الفطور ديالو قريب ليه باش ملي فيق يفطر، غير هو دابا كنحس بعد نوبات احساس بالذنب لانه تيفطر غير بوحدو. هو الا كان ينعس بكري، يعني الا كانت العطله، كان مثلا الحد والطفل هي زعما يعني بنية سليمة هذه الحين تحمد الله وتشكره كالوالدين اللي يقدر يكون مثلا هو خص الابناء يعرفوا ان الاباء عندهم تهما الاوقات ديالهم، مثلا الحد الصباح الا فاق هو مع 6 وبغى يفطر مع 6 نحط له الفطور ديالو، نقول له ولدي ماماك وباباك غادي يصبحوا ناعسين، هذا وكيعتاد هو على هذا الريتوال لان هذا الحد ديال الراحه مثلا، اولا يقدر يتسناهم حتى يفطروا كاملين. هذا هو هذا. اما في وقت المدرسه الا كان يفيق مع 6 كنظن ما يكونش مشكل، بالعكس غادي يحل لهم المشكل ديال هذا اللي ربما بحال كيتبقى الام مثلا بساعه، ربما تقدر تكون تفيق الام حتى 7:30 مثلا وهو كيفيق مع 5:30 الصباح، فهي على العموم كتحط لي الفطور ديالو انا خصو يكون واحد النظام محكم، يعني الاوقات العطله كيكون واحد الاسترخاء واوقات ديال العمل كيكون واحد النظام، وهذاك النظام كيكون دائما روتيني، هذاك الروتين كيطمئن كذلك الطفل لان كيعرف شنو واقع حنايا كيفاش علاش كنقلقوا كنكونوا قلقين الا ما عرفناش شنو كيتسنانا في المستقبل، هذا هو المصدر ديال القلق. فما بالك الاطفال الا الطفل كان عنده واحد الروتين كيعرف مثلا غداش غيوقع الى اخره، تماك القلق ما كيبقاش، كيكون الطفل مطمئن. ولهذا نحط واحد النظام في المنزل، الفطور مثلا كيتحط في 6:30، قول له ولدي راه الحد الفطور كيتحط في 6:30، الا بغى هو يفطر معاهم يدير مثلا شي نشاط قبل ما يبدا الى اخره، يعني ما يعني هذا بالعكس حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه، ونقدروا حنايا حنا ننظموا الوقت ديالنا على حسب هذه المساله الايجابيه على هذا الفياق ديال الوليد فعلا، لانه كيف ما قلنا النوم الجيد مهم بزاف بالنسبه للتحصيل الدراسي ديال الاطفال، وكيف ما اشرتي لهذه النقاط نتمنى انه الوالدين يحاولوا يساعدوا اطفالهم على ذاك النوم الجيد المريح لانه عنده واحد الفائده كثيره من غير هاد الفوائد اللي ذكرتي اللي هي نفسيه اللي بغينا نقولوا بالنسبه للطفل. اهم حاجه اللي حتى في البرنامج كيعانيوا منها الامهات هو ان وليداتهم تيبغوش يفطروا في الصباح، ما تيجيش عندهم الشهيه في الفطور الصباح، فاذا نعس الولد مع 8 فكيتكون المعده ديالو خفيفه يعني خاويه تيفيق وهو كله شهيه مفتوحه ليه انه يفطر، يعني راه من بين الامور اللي هي مهمه على انه لانه في الغالبيه كيعطيهم فطور وكيمشيو مثلا حتى للمدرسه، فاذا نعس مزيان راه غيفيق بحال حنا يعني ملي كتنعس بكري كتجي كتفيق وانت يعني باغي تفطر. تماما كنهيئ الطفل ديالي باش يدوز يوم في احسن الظروف، يعني نام مزيان وخدا الفطور ديالو، حتى الفطور راه مهم بزاف اللي غادي يساعدو في المدرسه، وهذا فاش تكون فاش يكون عندي الطفل كيفيق بكري نحاول نستافد من هذه المساله. المشكل وغالب الحالات هو فاش الطفل ما كيقدرش يفيق، وكذلك هنا على حسب الروتين اللي كنحط، الا ما كانش كيقدر يفيق واش انا كنقدر نفيق بعدا، واش انا كنفيق في الوقت باش نهيئ ليه الظروف، كيفاش كنفيقو، واش كنفيقو بالغوات لانني حتى انا كنفيق معطل، اولا كنفيق شويه قبل منه باش ناخذ وقتي باش نوجد الفطور، يعني حتى داك لو ريتوال الروتين
وعادات إيجابية. الطفل فاش كيفاق كيفاق على واحد روتين إيجابي، مثلا بشوية نعطي واحد 5 دقائق نجي ندير معاه واحد الروتين نهضر معاه إلى آخره، واللي يأخذ البليزيغ باش يفيق باش يفطر مع والديه. مشكور جدا أيمن البقالي أخصائي نفسي على كل هذه المعلومات اللي قدمتي لنا اليوم فقرة نصائح الخاصة بالأطفال. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وبحضور خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. صباح النور سناء. صباح الخير، لاباس عليك؟ الحمد لله. تحية لك ولطاقم برنامج كل المستمعين والمستمعات ديال ميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن. الله يبارك فيك. اليوم غادي نبقاو دائما في موضوعنا حول أهم نصائح تجميلية باش نعتنيو بالبشرة ديالنا وبالشعر ديالنا خلال يعني هاد الفصلين ديال الشتاء والخريف. فنبغيو نتكلموا على العناية، غير هو قبل ما نمشيو الوصفات والأقنعة بالنصائح نبغيو نعرفوا يعني أهم السلوكات الخاطئة اللي خاص السيدات والشابات يتفادوها باش نوصلوا لواحد النتيجة واللي هي تكميلية بالنسبة لهاد العناية بالشعر بمواد طبيعية وبالنسبة لتفتيح البشرة وتنقية البشرة. بالفعل سناء، دابا غالبا الناس في هذا الفصل هذا كي الطلب ديالهم الوحيد هي تبييض البشره بعد ما دخلوا من فصل الصيف، داك واحد البرونزاج يعني زوين، ولا كيبان لهم بحال لابو ديالهم مسخه، يعني البشره ديالهم بحال فيها واحد اللون ما كيعجبهمش، كيلتجئوا لبعض العادات السيئه وهي اللي كتكون عندنا اللي كتكون عندها واحد النتائج يعني عكسيه على البشره. مثلا التبييض بواحد الطريقه اللي هي غير صحيحه، بحال دابا كدير مثلا مكونات فيها مواد طبيعيه ومواد مصنعه، كتخلط داك القناع مثلا باش كدير التبييض، وكتبقى دير جوج مرات ثلاثه مرات القناع في النهار، وفي الليل كدير واحد المكون مصنع على البشره للتبييض. كاين كذلك بالنسبه للشعر، يعني حنا غنهضروا اليوم على الشعر وعلى الوجه البشره. الشعر كذلك يكون فيه واحد اللون ماشي هو هذا، كتلتجأ لبعض الصباغات اللي كتكون واخا كتكون يلا دارت الصباغه بمده ديال جوج اسابيع ثلاثه وكدير واحد الصباغه الكيماويه، وهذا هو الغلط، لان دائما الصباغه الكيماويه اللي كنديروها كنحاولوا من بعد نديروا مكونات طبيعيه لوسيون طبيعي باش كنثبتوا اللون بالمواد الطبيعيه، وكذلك كنحافظوا على الكيراتين الطبيعيه ديال الشعر. بالنسبه للبشره والشعر، حنا كنعرفوا الخلايا اهم حاجه عندنا في الجسم ديالنا، خصنا نحافظوا عليها. باش كنحافظوا عليها؟ كنحافظوا عليها بالمعادن، بالفيتامينات، بالتغذيه الطبيعيه. وقبل ما تكون التغذيه الطبيعيه نهضروا على واحد الحاجه مهمه، تغذيه الروح، لان خصنا نكونوا القلب متسامح، خصنا نكونوا اولا فواحد يكون عندنا واحد الاراده، وداك الاراده خصنا نتشبثوا بالصبر، يعني ماشي ان دغيا بغيت نبيض البشره ديالي الشعر مثلا بغيت نغير لون وانا في واحد النرفزه وانا في واحد الحاله غير طبيعيه، هذا راه كيلعب حتى هو دور مهم، ما كيخليناش نوصلوا للهدف ديالنا. اذا كنصح السيدات اجمل حاجه في الصحه ديالنا ان نحافظوا على الجمال ديالنا بالتغذيه الطبيعيه، بالرياضه، بشرب الماء، باستشاره طبيه، دائما استشاره طبيه، وخاصه في هذه العصور هذه، في هذا الوقت اللي كنعيشوا فيه، كان الجو متلوث، التغذيه اللي كناخذوها فيها مواد اضافيه، وداك المواد هي كتكون واحد النوع التسمم على الجسم ديالنا، واللي كنهملوا الاستشاره، داك السموم كتكدس في الجسم ديالنا كتعطينا دهون، وداك الدهون ملي كتكون مفرطه كيوقع شنو كيوقع في الخلايا ديالنا؟ كيوقع فيها تمدد، ملي كنقولوا تمدد يعني كتعمر بالدهون. هنا كيكون مشكل تجميلي، كيكون عندنا الافراط في الدهون، كتكون عندنا افرازات دهنيه غير يعني المرغوب فيها. بالنسبه كذلك للشعر، الشعر ملي كان نحسوا به كيتساقط، دائما خصنا نعرفوا عندنا واحد المشكل، ماشي ان الشعر كيتساقط كنبقاو بالمواد الطبيعيه ولا في مثل مازال المواد الطبيعيه ما غتاثرش عليك، ولكن ملي كنلتجئوا لبعض المكونات مصنعه هنا كنزيدوا في الحده ديال المشكل. دائما تساقط الشعر خصنا نعرفوا بان ما ربما عندنا النقص في الحديد، لان الحديد هو المعدن الوحيد اللي كيوصلنا، هو والكبريت كيوصلنا الاكسجين للجذور ديال الزغبه باش ما كطيحش. وهنا ملي كيكون الجسم سليم ما كيكونش عندنا هاد الاعراض، فقط بعض السلوكات الخارجيه هي اللي كتعطينا هاد الاعراض. بالنسبه للناس غالبا في مثل كتقول لك كتعرف بان الزنك مهم للشعر ومهم للبشره، لان الزنك حنا كنعرفوا المعدن اللي كيقوي لاميلانين ديال البشره ديالنا وكذلك اللون ديال الشعر. اش كنديروا حنا؟ كيبقاو ياخذوه كمكون، يعني ملي كناخذوا حنا مكملات من الصيدليه بدون استشاره طبيه، كنبقاو نشربوا في النحاس المثل كل نهار كنشرب واحد يعني
كينا ديال اللي فيها النحاس ولا السيرو فيه النحاس المعدن ديال النحاس ظنا بانها راه غادي تدرك الموقف. العكس سيداتي ان المعدن ديال النحاس الى كثر في الجسم ما كيخليش الامتصاص ديال الحديد يقدر يعطينا فقر الدم. دائما دائما اي مكمل غذائي خصنا نمشيو عند الطبيب استشاره طبيه، والتغذيه السليمه هي من بعد الجمال ديالنا ومن بعد يعني جميع المشاكل اللي كانت عندنا سوء التغذيه. فعلا كيف ما ذكرتي على انه هذه المكملات الغذائيه ودائما كنركز عليهم انه ضروري تكون استشاره طبيه، لانه الطبيب على الاقل يعني تيطلب لك تحاليل تيشوف فين كاين النقص وكيحاول هذوك المكملات الغذائيه مع يعني التغذيه السليمه كيحاول انه يتوصل يعني مثلا نسبه الحاجيات ديال الزنك مثلا كل نهار. بالنسبه لهاد الوصفات الطبيعيه التجميليه واللي في الغالب كثير من السيدات كيف ما قلتي كتكون مثلا سواء في يعني في البرامج سواء مكونات حنا كنتكلموا عليهم كاين مثلا انترنت وغيره من هاد الوصفات الطبيعيه التجميليه سواء الخاصه بالعنايه بالشعر وبال يعني وبالبشره على العموم. غير هو كاين بعض السيدات اللي كياخذوا مثلا بعض الوصفات وكتجي مع البشره ديالهم كتجي مع الشعر ديالهم، وكاين بعض السيدات اللي كيحتاطوا. الحمد لله يعني الحمد لله من خلال البرامج كثير من السيدات ملي كيشكوا في شي وصفه كيتواصلوا معنا كيسولوا او مثلا تيكتبوها على اساس انه يعني يشوفوا عند مختصين مثلا واش هاد الوصفه. فشنو مثلا النصائح اللي ممكن تقدمي للسيده مثلا الى اختارت واحد الوصفه مثلا شكات فيها يعني وصفات المكونات ديالها، واش ممكن على انه بحال الوصفات الاخرى يعني ممكن انه تجربها مثلا فشي بلاصه وتشوف مثلا واش عطات شي حكه ولا شي حمرار مثلا ولا ممكن انه تجربها المره الاولى وتشوف واش وافقتها ولا لا؟ هي بالفعل دابا العالم ديال الانترنت ولات فيه وصفات عده، وانا شخصيا ميمكنليش نشوف وصفه ونتيقها، لان ماشي اي مكون توضع ولا وصفه توضعت الا وعندها واحد النتيجه يعني جيده. بالنسبه للوصفات اللي كتعطيهم يقدر يعطيهم شخص ما عندوش درايه بالمجال، يعني قدر انا في المثال واحد السيده عطيتها واحد القناع في المثال، هي دارت واحد الفيديو في المواقع الالكترونيه ودارتو بقاو الناس كيستعمل مزيان جيد، ولكني ماشي كل الوصفات الطبيعيه كتلائم الشخص الا كان عنده مشكل مرضي، لان الا كان مشكل مرضي خصنا نعالجو من الداخل. ملي كيكون الظرف مثلا ديما كنعطي المثال بهذا، الا كان عندك واحد السيركوي واحد الفويت في الدار ديال الماء واخا كدير الصباغه من اغلى ثمن وتكرط الحيط وكدير الصباغه يعني كدوز يومين ثلاث ايام كتلقى نفس المشكل. الا ما عالجناش جذور ديال البشره من الداخل من الاعماق والجذور ديال الشعره من الاعماق ونعرفوا المشكل اللي كاين راه ما غتوصل حتى شي نتيجه، وما نبقاوش نتهافتوا على الوصفات. راه الا ديرنا وصفة طبيعية ولا أمتنا غادي نبقاو مستمرين فيها، لأن مع واحد الوقت مدة 30 يوم حتى 60 يوم حنا غاديين في نفس الوصفة الطبيعية مثلا فيها مكونات طبيعية كتعطينا نتيجة أحسن. ولكن ملي كنغيروا الوصفات هنا كيولي واحد التجانس غير طبيعي، يعني كيكون الإفراط إما في واحد المكون اللي حنا ظننا منه أنه كينقص لنا من الدهون، هي فعلا راه كينقص من الدهون، ولكن ما نساوش بان الخليه كيوقع فيها انقباض. يعني شنو هو انقباض؟ كتبقى تمص ديك المكونات اللي كنديروا حنا حتى كتمص ديك الدهون كلها من البشره، وملي كتسد لنا ذاك الخليه ما كتبقاش تخدم ما فيهاش دهون، اش كتعطينا؟ كتعطينا جفاف وكتعطينا تجاعيد. عكس كذلك الخلايا الدهنيه، لان الخليه الدهنيه الا ما عطيناهاش الكافي من الدهون اللي هي كتحتاجها اليوميه، يعني الخليه كتخدم بالماء والدهون، راه ملي كنعطيوها في المثال واحد الدهون المفرطه، بعض المرات كنديروا كريمات بالليل لان احنا ظننا من انها كترطب لنا البشره، هي كترطب البشره ولكن اذا داومنا عليها وكانت مصنعه راه كتعطينا زياده اكثر في الدهون الاعماق ديال الخليه وكيوقع فيها كتوسع. ملي كنقولوا احنا كتوسع يعني كتهز الدهون اكثر من القياس، ملي كتهز الدهون اكثر من القياس كدير البشره كتعطينا احمرار كتعطينا حكه كتعطينا الدهون يعني الافرازات الدهنيه بحده، يقدر المساميت تعطينا البوتور لي بوان نواغ كتعطينا بعض المرات القشره اللي كتكون مصحوبه بالدهون. هنا دائما نحتاطوا، عندنا البشره دهنيه استشاره طبيه، عندنا البشره جافه استشاره طبيه. المسائل الطبيعيه والاقنعه الطبيعيه كتكميله فقط وكلمسه اخيره باش كنعاونوا شنو النقص اللي عندنا من الداخل.
هذا هو النصائح. واخا اذا غادي نمشيو لاستقبال المكالمات الهاتفيه ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم التجميليه على 0522 88 00 61 61 62. قبل الا سمحتي حوريه كانوا تساؤلات ديال جوج مستمعات اللي تواصلوا معايا في الواتساب. مستمعه عندها كميه كثيره ديال الكرومب وبغات تستافد منها قدر الامكان سواء في وصفات وسواء يعني في شربات, وكذلك مستمعه اخرى عندها اللفت يعني حتى هو بكميه كثيره. عند اللفت وعند الكرومب يمكن لها ديروا شوربات مزيان الحمد لله. اللفت حنا كنعرفوه من بين عن اللفت والكرومب من بين الخضر اللي كتبيض لنا البشره, يعني فيها الفيتامين سي فيها المعادن فيها. حنا اش كنديروا كنحاولوا نديروها كشوربات, يعني نديروا الاربع ديال الكرومب مع خيزو مع القرعه الحمراء كتكون شوربه فقط ثلاثه ديال المكونات. كنضيفوا دائما القزبر حبوب اي شوربه ديرناها للعلاج الجمال ديالنا. كنضيفوا المتبلات, اما كنضيفوا الورد البلدي ولا كنضيفوا القزبر حبوب, لان القزبر حبوب وزيدوا حتى الزعتر هادو مكونات اللي كتزيد لنا واحد الطاقه للجسم ديالنا وكتعطينا واحد الفعاليه والعلاج للجذور ديال الخليه ديالنا وكذلك للصحه ديالنا. بالنسبه لللفت حنا كنعرفوا اللفت فيه معدن النحاس, واللفت من بين المعادن من الزنك اظن استسمح الزنك, لان الزنك من بين المعادن اللي لاميلانين ديالنا كتبغيه عزيز عليها كتقويه وكتخليه يخدم بالطريقه الطبيعيه. ما كيكونش عندنا نقص في الجسم, ما كتكونش الزياده ديالو في الجسم. اذا هنا اللفت كنستعملوه كوصفه طبيعيه للتبييض. الا خدينا في مثلا لفته وحده وغسلناها مزيان نخليوها بالقشره ديالها ونخليوها حتى بديك الوريقات ديال الخضرين, كنقطعوا داك الشيء صغيوار في الكاسرونه وشويه ديال الماء كنخليوها يغلي جوج غليات حتى ثلاثه الغليات نخليوها تبرد كنطحنوها. ملي كنطحنوها كنحصلوا على واحد الكومبوت. داك الكومبوت شنو كنديروا فيه؟ كنديروا فيه معلقه ديال العسل الحر, وكنديروا فيه جوج معالق ديال زيت ارغان ولا جوج معالق ديال زيت العود, ومعلقه ديال وبيض بيضه بلديه, يعني العسل الحر وصفار بيضه بلديه والزيت اما ارغان ولا زيت البلديه اللي عندنا. وداك اللفته كنطحنوها كنحصلوا واحد الكريمه الطبيعيه يمكننا نديروها على الشعر والوجه ديالنا, ويمكننا نضاعفوا الكميه نديروها على الجسم ديالنا كله, لانها مغذيه يعني وكتقد لنا الافرازات الدهنيه اللي عندنا في الجسم. وخاصه السيده ملي كتكون غادير الماكياج ودير هذا القناع وتغسل الوجه ديالها ودير ماكياج, راه كيثبت الماكياج وما كيخليش داك التعرق فوق البشره. بالنسبه للشربات دائما نديروا الشربات العصائر, نديروا عصير ديال اللفت. غالبا الناس كتقول لك انا ما يمكنليش نشرب العصير ديال اللفت, نديروا ربعه ديال اللفت نطيبوه ونعصروا الليمون ونطحنوا هذه المكونات كلها ونسموهم دائما بالزعتر. هذا عصير رائع كيحد لنا من الافرازات الدهنيه, وكذلك الدهون اللي كتكون زائده في الجسم كتخرج حشاكم على شكل التبول. يمكننا نديروا الخيار واللفت كعصير, كناخذوا ربعه ديال الخيار وربعه ديال اللفت. يمكننا نديروا نعوضوا اللفت نحيدوا اللفت نديروا الكرومب, يعني ربعه ديال الكرومب وربعه ديال الخيار في يطرو ديال الماء كنطحنوا هذه المكونات كلها وكتكون كعصير يومي يجرد لنا الجسم من الدهون الزائده وكتخرج في التبول حشاكم. واخا غادي ناخذ اول مكالمه معنا حنان من الدار البيضاء. الو حنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي بغيت نهضر مع الخبيره. اييه تفضلي. بغيت نسولها, عندي عرفتي الشيب في شعري بزاف وكيخول اخوه ليا من القدام. شحال العمر ديالك يا لالا؟ 28 سنه. ما كنتش كتعالجي على شي مرض؟ ما عمرك دستي في شي مرض ولا خديتي شي دواء؟ لا كناخذ داكشي ديال الهرمونات. اييه داك الدواء البراوات وداكشي ديال. شنو المشكل اللي كان علاش خديتي هاد الهرمونات؟ شنو المشكل اللي كان عندك؟ عندي اضطراب في الهرمونات, عندي تكيس المبيض. تكيس المبيض. اييه. ودابا عرفتي طاح ليا شعري من القدام, قطعته باش زعما يدير ليا والو, خفاف ليا بزاف. مازال عندك تكيس المبيض؟ دابا ما بقيتش تبعت مع الطبيب, صافي حبست. لا خصك تبقى تبع على الطبيب, تبقى متبع مع الطبيب. قنطيش كنشرب ديال لاسيد فوليك وحبسته حتى هوايا. شحال شربتي من مده؟ شربته قولي 6 شهور بحال هكايا. واش هاد 6 شهور شربتيها باستشاره طبيه ولا زدتي 3 شهور اخرى؟ طبيه. لا الطبيب. ورجعتي عن الطبيب؟ رجعتي عن الطبيب؟ رجعت عن الطبيب, كنمشي عن طبيب ديال النساء ماشي ديال هذا. هي طبيب النساء. صافي دابا حبست كلشي ووليت كندير الزيوت وهذا وباقي كيطيح ليا. لا هي بالنسبه ملي كيكون عندك مشكل داخلي كيكون تساقط الشعر, كيكون ملي كيكون اضطرابات في الهرمونات, يعني الهرمونات ما مقادنينش غيكون عندك تساقط الشعر, غيكون عندك جفاف ديال البشره, غيكون عندك حكه ملي دوشي تقدر تكون عندك حكه. عندك هاد الاعراض؟
لا ما عنديش الحبكه والبشره، عندي دهنيه ماشي جافه زعما بزاف. واخا المهم انا غادي نعطيك قناع، ولكن من الاحسن رجعي عند الطبيب ديري واحد التحليل شامل وشوفي شنو عندك الحاله ديالك. واخا وكندير واحد الزيت واش مزيانين ولا لا. شنو هي الخزامه دايره مع زيت العود ودرت معها اليازير والثومه كنخلطهم ملي كنكون غادا الحمام تنديرهم. لا بالنسبه مزيانين. شوف ملي ديري الثومه حيدي الخزامه، خلي غير الثومه والازير. ليا شعري نشفات ولا لا؟ لا ما دير حيدي الخزامه، خلي غير الثومه لان الثومه فيها المعدن ديال الكبريت، والكبريت راه غادي يقوي لك الشعر لان الكبريت المعدن الواحد اللي كيمص الاكسجين للجذور ديال الزغده. دونك هنا غتخلي الثومه وازير، ويمكن لك ديري الثومه والريحان، ما تبقاش غير في ازير، ديري اسبوع ديري الثومه وازير، واسبوع ديري الثومه والزعتر، واسبوع ديري الثومه والبابونج، وانت غاديه كل اسبوع ديري واحد المكون مع الثومه. كل مره ندير زيت. شكرا كنشكركم على هذه الاذاعه. مرحبا. زوينه كنستافدوا منها. ايوا الحمد لله. الحمد لله. والله انا مدمنه على الراديو، ديما كنصمت لكم متبعاكم. شكرا كنشكركم. بارك الله عليك. مرحبا لاله. مرحبا. شكرا. نعطيها اضافه ديال القناع اللي يمكن لها تبعو حتى هو. كتاخدي ثلاثة دروسة ديال التومة، هذا بالنسبة للناس اللي عندهم تساقط الشعر، ما عندهم حتى شي مشكل مرضي، كناخدو ثلاثة دروسة ديال التومة، كنطيبوهم في ربع كاس ديال الزيت، بان ماغي، حتى كيغلي، كنحسو بداك الزويتة بدات كتغلي، من بعد كنخليوها ترتاح، وكنصفيو داك الزيت بوحدو، وكنضيفو معاه معلقة ديال زريعة القرعة الحمراء، معلقة ديال زريعة القرعة الحمراء، ومعلقة ديال الزعتر، كنخلطو هاد المكون، هاد القياس هذا، راه ديال جوج مرات ديريه في الشعر ديالك، كل ما تجي تمشي للحمام شقي شعرك بالماء ديال البصله هو الاول، وبقاي مده ديال 10 دقائق وديري هذا القناع هذا، والماء ديال البصله ملي تبغي ديروه على الشعر ديالكم دائما الشعر يكون الراس يكون مقلوب للقدام، وديروا حركات دائريه مده 10 دقائق حتى كتحسوا بالسخونيه بالفروه ديال الشعر. من بعد ديري هذا القناع هذا، ولفي الشعر ديالك بالفوطه ديال القطن ولا الفوطه ديال حياتي، ومن بعد تغسل الشعر ديالك عادي، لان هذا كيتبس الزغبه وما كيخليش التساقط. وكنشكر كل مستمعه بصراحه اللي شكات في وصفه تواصل يعني مع البرنامج ومع خبيره الشعر والتجميل هكذا، باش ما تكونش يعني شي امور عكسيه، لانه حتى الوصفات الطبيعيه راه عندها يعني القدر ديالها، عندها الامور، عندها كل واحد على حسب الحاله الصحيه ديالو، على حسب كاين مثلا اللي كيكون وصفه كتكون مزيانه ولكن عنده ضيق في التنفس، ما كيستحملش مثلا القرنفل يكون مجهد او لا قطران ولا الناس بعض المرات الواحد يحب، خاصه الناس اللي عندهم حساسيه يسول من الاحسن. واخا غادي ناخذ معنا فاطمه زهره من مراكش. الو الو فاطمه زهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير لاله؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا. ربي يخليك. لاله حوريه لاباس عليك؟ لاباس لاله، الله يطول عمرك. اختي لاله حوريه، انت دابا تتهضري على الوصفات ولكن كي قلتي لي الا كانت شي فويت واخا دير الصباغه ما يمكنش ديك الصباغه تنجح ياك؟ ايه مي دابا فوق حكم السن ديالي 36 سنه، واخا ندير هذه الوصفات وعارفه انه 30 سنه تيكون الكولاجين تينقص عند المراه. ماشي بالضروري ينقص عند المراه، ماشي انا نسمعوا لان الجميل ديال الجلد انه الكولاجين تينقص فوق من 30 سنه، انه بتدريجيا يعني انه تينقص، هذا هذه قدره ديال الله سبحانه وتعالى باش الانسان يوصل لا ديالو كل الله ديالو وهي البشره ديالو يعني. ولكن راه تبارك الله. لا شوف نقول لك علاش ندير انا هذه الوصفات؟ لا فاطمه زهره، فاطمه زهره شنو رايك في الخلاصه الرئيسيه؟ شنو رايك في الدواء ديال الكولاجين باش الانسان ياكلو داخليا عاد ربما هذه الوصفات؟ وسؤال ثاني باش ما نطولش عليك بخير، انا لقيت على زبده كيراتين يعني نتيجه رائعه تحت العينين، ولكن المشكل اللي لقيت هو انا ملي تنفيق الصباح تلقى وجهي احمر، يعني تدوز واحد خواجو ولا كتخرجو تيولي البشره ديالي سمار. ما كتخرجيش في الشمس، ولكن هذا هو المشكل. لا ما تخرجيش في الشمس، راسي شي حاجه فري يعني ماشي شي حاجه ديال السوق ولا شي حاجه. وهذا المشكل اللي لقيت فيه. الله يجازيك. لا هي انت ملي تخرجي في الصباح، ملي تبغي تخرجي في الصباح خذي واحد الطرونش ديال البطاطا ودوزيه على الوجه ديالك كله على الدوره ديال عينك، ومسحي بالقطن وديري واقي شمسي. درتها لاله حوريه، ولكن لقيت على ديك البطاطا انه شويه تحرقني شويه في البشره ديالي. البطاطا؟ وي. حاولي تسلقيها، سلقيها وخلطيها مع الحليب، حليب السائل. داكوغ بغيتك تجاوبي. الله يجازيك بزاف. بالنسبه للكولاجين، شوف حيدوا ذاك الفكره بان الكولاجين كينقص من 30 سنه الفوق. لا، الكولاجين هو واحد النوع ديال البروتين اللي الجسم ديالنا كينتجو، وباش كينتجو الا كانت عندنا التغذيه سليمه، وخاصه الا كنا كنتناولوا الفيتامين سي بطريقه منتظمه وكل يوم، لان الفيتامين سي هو الفيتامين الوحيد اللي كيخلي الكولاجين يتنتج في الجسم ديالنا بطريقه صحيحه. وهذه الفكره خاصها تحيد من البال ديالكم، لان حنا الاجداد ديالنا شحال هذه راه كاين دابا نساء عندهم تبارك الله 60 سنه و 70 سنه وجههم جبد ومازال وجههم جبد ومازال الشعر كحل، خطوط يعني هي طبيعيه ديال التقدم السن، ولكن
مقارنه دابا ولينا كنلقاو بنات اللي هما صغارات واللي عندهم التجاعيد وعندهم خطوط واللي يلاه عندها 19 عام يعني. فكيف كنذكروا دائما وذكرتيها شحال من مره، وانه قد ما كتكون التغذيه السليمه وتكون استشاره طبيه ويكون يعني حتى الواحد يتهلا يعتني بالبشره ديالو في العشرينات في 30 في 40 اللي كيلقاوها في 50 كاين اللي سيده اللي غينقص ليها الكولاجين ولكن ما غتبانش فيها مقارنه مع سيده اللي كانت كدير التقشير باستمرار تبييض مواد مصنعه يعني مخلطه في الامور. فراه كاين فرق كبير يعني الواحد وحتى النفسيه. دابا الا كانت مثلا السيده ولا غير سيدات اللي كتقول ايوا صافي انا العموم 36 راه مازال صغيره، الا بقات كتقول كاين تبارك الله اللي كتجلس معها عندها 60 سنه وتبارك الله بواحد الروح ديال الشبابيه كيف ذكرتي قبيله، راه بزاف الامور كتنعكس. مي انا باش نبقى جالسه ونقول لا راه الكولاجين كينقص اذا راه حتى وصل ما غتجي معايا، اذا حتى مكمل ما غيجي معايا، اذا صافي راه بديت كنكبر، راه فعلا راه ماشي التجاعيد اللي غادي يوليو في البشره، راه غتولي حوايج اخرين. هادشي اللي هضرت عليه في بدايه الحلقه، لان الخليه ديال الجسم ديال الجمال ديالنا وديال الشعر، الخلايا ديالنا الجسم راه كتكون من المعادن من 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 دهون طبيعيه ومن فيتامينات. يعني حنا ديك الخليه دائما كنحاولوا نحافظوا عليها. علاش كننصح انا دائما النساء ملي كيوصلوا سن الياس ما يقطعوش العلاقه ديالهم مع الطبيب، يبقاو دائما العلاقه ديالهم مع الطبيب دائما مع اختصاصي ديال التغذيه، لان حنا كنحاولوا كنرجعوا داك الخليه للحياه ديالها طبيعيه، وانا كنبقاو غاديين معها با با، ماشي ان صافي السن ديال 30 سنه الكولاجين ما بقاش، كتبقى هنا واحد العمل واحد 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 العمليه اللي كتبقى حاضره، هي المساله ديال البيع والشراء. غالبا الناس كتقول للمراه انت غادي عندك 30 سنه الكولاجين غيضعف، هاك خذي هذه الكريمه فيها الكولاجين، لا، الكولاجين راه الجسم ديالنا كينتجو، وراه كيتنتج بالتغذيه. وكيتقوى بالماكله. بالماكله، الرياضه، براحه البال، بالاحماض، يعني ناكلوا القرقع بزاف، ناكلوا الزبيب، ناكلوا الشريحه، ناكلوا التمر، الخضر بجميع اشكالها، يعني 300 غرام ديال الخضره في النهار ونشربوا الماء، واي ما شربناه الا وكنضيفوا فيه عصائر ديال الخضر الطبيعيه. والخضره ملي بغيو نستعملوها دائما نغسلوها، شكينا ان فيها الدواء كنديروا شويه ديال الملحه ونخليوها واحد المده ومن بعد كنغسلوها مزيان وكنستعملوها. ودائما الترطيب ديال البشره حذاري، ملي كديباسي واحد لاج في عند المراه نحاولوا نعطيوها مرطبات طبيعيه احسن من المرطبات المصنعه، لان هنا المرطبات الطبيعيه الخلايا ديال الجسم ديالنا كتاخذ داك المكونات اللي كتكون عندها واحد القدره يعني كبيره باش كتحافظ على الدهون ديالها الطبيعيه. اما ملي كنديروا واحد مثلا واحد المرطب اللي هو كيكون مصنع، هنا الخليه كيوقع فيها ضمور، كيكون العامل ديال السن وداك المكون المصنع اللي كنعطيوها يعني ما عندهاش واحد الجهد باش تقاوم داك خليكم في المسائل الطبيعيه من الاحسن، وخليكم في استشاره طبيه، وخليكم مع الاختصاصي ديال التغذيه باش كتبقى المسائل الطبيعيه كتبقى تكمله فقط. على دابا السيدات اللي في اسيا تبارك الله اللي كتوصل يعني حتى 90 100 سنه ولا شتي الوجه ديالها يعني مجبد. تبارك الله مجبد بحال يعني دايره عمليه تجميل، كياكلوا الاسماك بكثره، كياكلوا الاسماك، ياكلوا خضر، ياكلوا فواكه، كيركزوا على يعني سكينجبير باستمرار وغير واحد الامور اللي عندنا دابا. السكينجبير راه منشط للرحم ديال المراه، وحنا ملي كيكون واحد النشاط فوالا كياكلوا شي حوايج اللي وصراحه حتى في مناطق يعني ديال المغرب يعني في مناطق جبليه وخاصه المناطق الجبليه وميدلت والنواحي يعني بزاف ديال البلايص اللي تبارك الله اللي في الصراحة ملي كتجي توقفي على التغذية اللي كياكلوا صحية 1000% ماشي حتى 100% وتبارك الله الوجه ديال السيدات يعني ملي كتقول لك 60 70 سنة كتفاجئي لأنه تبارك الله والخدود حمراء. أنا تلاقيت مع السيدة عندها 65 سنة، تلاقيت في الجبال ديال الأطلس ديال أزيلال وما صدقتش بالسن ديالها، وفعلا 65 سنة وباقي البشرة ديالها رائعة. المهم هضرنا أنا وياها كدير الزبده بلديه في وجهها، كدير العسل، قالت لي كنوض في الصباح كنعجن وداك الزيت وداك الماء اللي كيكون عندي في يدي كندهن به الوجه ديالي، عرفتي شي حوايج اللي هي فعلا الكركان تبارك الله فعلا الكركان زيت العود العسل الحر، هاد المسائل كلها راه. اما باش تقول لي السيده لان الكولاجين عندي 30 سنه غادي ينقص، لا، ملي كتكون التغذيه سليمه، ملي كيكون عندنا الماء كتشربوا الماء، عندنا واحد الاراده باش نوصلوا واحد الهدف، لان ملي كيكون عندنا واحد الهدف نحافظوا على البشره ديالنا راه غادي نبقاو محافظين عليها كما قلت بالاستشاره الطبيه وبالتغذيه السليمه، الخضر يوميا، الماء، نكون جالسه في المطبخ مرتاحه، نضحك يعني نعات على ظهري، ندير حركات الوجه ديالي، ندير العنب دابا غير العنب راه كاين نستغلوه نطحنوه ونخلطوه مع زيت العود، معلقه ديال عصير العنب ونص معلقه ديال زيت اركان ولا زيت العود وكندلكوا بها كل يوم في الليل، راه كتعطي واحد النتيجه رائعه، راه هو كينتج الكولاجين، هو في راسه فيه البروتين اللي كيساعد الكولاجين. واخا معنا مكالمة أخرى غادي ناخذو سعاد. ألو
الو سعاد، سعاد من قنيطرة، مرحبا سعاد. الو، شكرا. تفضل سعاد كنسمعوك، مرحبا. شكرا. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على هذا، الله يبارك فيك، برنامج زوين، الله يرحمك بكم، الافاده لينا بزاف. ليلى شكرا بزاف. الحمد لله. مرحبا سعاد، تفضلي. السؤال ديالي للمدام شويه على الشعر ديالي، واخا كنغسلو اي فوا كينشف فيه القشره بزاف ما كتحيدش نهائيا. عندك البشره جافه؟ هذه القشره واخا الله نخرج من الحمام كتبقى لي القشره غليظه في شعري والقدام، يعني لدرجه ولات كتحرجتني كاع مع الناس. بالنسبه كديري صباغه كيماويه؟ لا لا، عمري ما درت صباغه لشعري. كتشربي الماء مزيان؟ شويه. لا شوفي، ديري هذه في بالك، ملي كيكون عندنا القشره، المهم انا ما كنعطيش القينه على حسب عندك القشره ولا عندك حتى البشره دنيا لا فيها قشره، انا كنعطي الوصفات على حسب استشاره طبيه، لان ملي كتكون عندك جفاف في البشره الخليه ملي كتنشف خصها تاخذ، ما كتلقاش الدهون، ما كتلقاش المرطبات اللي هي كتخليها رطبه، كتعطينا داك الجفاف ديال كتعطينا قشره. انت حاولي دائما في الحمام ملي تغسلي الشعر ديالك ديري الغسول، الغسول راه من بين المرطبات الطبيعيه للشعر، لان يعني فيه المعدن ديال السيلينيوم، والسيلينيوم مهم لتمليس الشعر. ملي تكوني في الحمام حاولي تاخدي الغسول، سمعي، الغسول البلدي ديالنا المغربي، تاخدي منه جوج معالق، كديري معاه معلقه ديال الزعتر، معلقه ديال الزعتر يكون مطحون على اليد، كديري مع ديك الغسول مطحون، كتجيبي الدرقه كتاخدي منها واحد المعلقه حتى لجوج الماء ديال الدرقه، وكديري الماء ورد، كتخلطي هاد المكونات، وملي تكوني في الحمام كدهني بها الشعر ديالك، خليها واحد المده ديال 10 دقائق، ودائما التشليله ديال الشعر غادي تشلي بالزعتر. قبل ما تمشي للحمام غديري واحد الخلطه، غديري ضريس ديال الثومه محكوك، وغديري معاه معلقه ديال زيت الخروع، ومعلقه ديال زيت العود، ومعلقه ديال العسل الحر، زيت الخروع وزيت العود والعسل الحر، وواحد الثومه كتحكيها المهم الا خديتي جوج خدي غير الماء، حكيتي ضريس خلي ضريس، كتخلطي وتشقي به الشعر ديالك مزيان، وخليها واحد المده ديال 10 دقائق، ومن بعد ولا حتى 30 دقيقه الا قدرتي، ومن بعد كتغسلي الشعر ديالك، ربما يكون عندك فطريات على الفروه ديال الشعر، وكتعالج بهذه المكونات. يمكن لك ديري قبل ملي تجي تمشي للحمام خدي معلقه ديال زريعه القرعه الحمراء، معلقه ديال زريعه القرعه الحمراء مطحونه، وكديري معها عصير البرتقال، ودابا راه كاين العنب، يمكن لك ديري معها عصير العنب، كتخلطي هذا المكون. الا عندك الشعر طويل كتضعفي الكميه، يعني هذا القياس اللي عطيتك يمكن لك تضعفي الكميه، كدهني الشعر ديالك وتخليه واحد المده ديال ساعه، ومن بعد كتغسلي الشعر ديالك عادي، باش اذا كانوا عندك فطريات على الفروه ديال الشعر كيتعالجوا. وشربي الماء بكثره، كننصحك تشربي الماء، وديري واحد العصير اللي غيعطيك الرطوبه ديال البشره، الشعر والبشره. كتاخدي ربعه ديال الجزر وربعه ديال الكرنب الاحمر، ماشي ديك الخضر الاحمر، ربعه خيزو وربعه ديال الكرنب، ديال الكرنب ويطرو ديال الماء الموف، ويطرو ديال الماء، كيطيب تقريبا ما تخليش يطيب بزاف، من بعد كيتطحن، وكتضيفي معاه جوج معالق ديال القرقع مطحون ولا جوج معالق ديال الزنجلان، هذا مرطب طبيعي، هذا عصير اللي كيعطيك الرطوبه للبشره ديالك. واخا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعنا، وغادي نرجعوا نواصلوا دائما رفقة خبيرة الشعر والتجميل الحرية شويخ المزيد من النصائح التجميلية العناية بالبشرة وبالشعر. نرجعوا نواصلوا دائما معك حرية شويخ خبيرة الشعر والتجميل. نمشيو بالنسبة للمرطبات الطبيعية اللي كتقترحي على السيدات العناية بالبشرة وبالشعر اللي مناسبين بجوج. بالنسبة للترطيب نبقاو دائما مرطبات طبيعية خالية من مواد مصنعة، الزبدة بلدية ديال المعيز، زبدة الشيا مهمة للترطيب مع زيت الكوك، إلا درنا مثلا جوج معالق منها في باماغي وضيفنا له أربعة معالق ديال زيت الكوك، مرطب طبيعي للشعر والبشرة. زيت ديال الكوك والزبدة البلدية وزبدة الكاريتي. الكاريتي. يمكننا ناخذ جزرة وحدة نطيبوها في الماء، شوية الماء ماشي كندور الماء بزاف، باش ملي نطحنوها ما تكون عندنا بحال الكومبوت. تجي عقدة. إما تفاحة ولا جزرة. ملي كنطحنوها الإضافة اللي كنضيفوا جوج معالق ديال الزبدة بلدية وخاصة ديال الماعز. وصفار بيضه بلديه مرطب رائع ومقوي للشعر، وكذلك كيعطي واحد اللون، واحد البرونزاج للبشره، ماشي كيعطي واحد اللون وردي للبشره. في الليل ملي نجيو نعسو نتجنبوا اي ماده مصنعه نبيتوها على الوجه ديالنا، حفاظا على شباب البشره وعلى ليونه البشره بطريقه طبيعيه. الا خدينا غير زيت العود، عصرنا اي فاكهه عندنا في الدار، خدينا منها جوج معلقات، يعني دابا كاين العنب، كاين الهنديه اللي هي جد فعاله لترطيب البشره. الا خدينا داك الهنديه اللي كاينه خدينا حبه وحده ومعكناها ودرناها في واحد الخلاط الصغيور ونضيفوا معاه جوج معالق ديال زيت العود وصفار بيضه بلديه، راه رائعه لترطيب البشره ومضاده للتجاعيد. ويمكننا نديروها للشعر ديالنا، ناخذوا واحد هنديه وحده وجوج معالق ديال الزبده وصفار بيضه بلديه، مرطبه للشعر ومقويه للشعر.
بالنسبة للتدليك اليومي في الليل نحافظوا على البشرة ديالنا ونبيضوها بالتدليك، ودائما ملي نجيو نعسو في الليل نشربوا ماء كاس ديال الماء فيه واحد شوية ديال الورد البلدي ولا أزير ولا الزعتر شوية، يعني نخليوه حتى كيطلق ونشربوه. دائما نعسو على الظهر ديالنا وندلكو البشرة ديالنا بزيت طبيعي وزيت أي زيت عندنا، زيت أرغان، زيت اللوز، ويكون زيت معصورة عارفين المصدر ديالها ماشي ناخدوها من أي بلاصة كانت، كندلكو بها البشرة ديالنا. ودائما بخاخات ملي نجيو نعسو يكون عندنا واحد البخاخ اللي هو من القشور ديال التفاح، القشور ديال الليمون، القشور ديال الجزر، هذا النوع ديال الخضر كلها بعد ما غسلناها كنديروها في قرعه ديال الزاج ونكبوا عليها كاس ديال الماء طايب، معلقه ديال زيت الارغان ولا معلقه ديال زيت العود ولا معلقه ديال زيت اللوز. كل ما نجيو نعسو في الليل من بعد التدليك كنرشوا البشره ديالنا بهذا اللوسيون اللي هو فعال للبشره ديالنا ومرطب ومكونات اللي في كل دار. الناس اللي عندهم بشره دهنيه وكيحسوا بداك الدهون المفرطه في الصباح كناخذوا اللفت الابيض كنقطعوها طريفات صغار كنديروها في الخلاط الكهربائي مع كاس ديال الماء ورد، كنطحنوا هاد المكونات ونديروها في بخاخ ونبقاو نرشوا بها الوجه ديالنا ملي نجيو نعسوا بالليل، لان كتمص الدهون وكتحافظنا على رطوبات البشره. ملي نجيو نعسوا الناس اللي عندهم مشكل ديال الجفاف ديال الدهون البشره دائما نتعشاو بواحد الشوربه اللي هي فيها خضار اللي كتمص لنا الدهون وحاشاكم كتخرج من التبول ديالنا، اللفت، اللوبيا الخضراء، الكرومب، الخيار، الخيار حتى هو نديرو دائما نديرو مع الخضره منين نغيو نطحنوا الخضره نلوحوا داك الطرف ديال الخيار، خيار والخس، الخيار والكرومب هادو كلها نتعودوا عليها خلال الاسبوع نشربوها كل نهار وثلاثه المرات في النهار مهمه، يعني كتساعدنا على تبييض البشره وكذلك كتقد لنا الدهون في البشره ديالنا. واخا غادي نختموا معنا زينب من ترودانت. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله زينب. تحية لك سنة، تحية الدكتورة. الله يبارك خبيرة للجميل، مرحبا. عطاك انا عندي واحد مشكل في البشرة ديالي، حاجة درت عليها ما كتوافقنيش، عندي مشكل ديال الحبوب ديال الشباب. شنو نوع البشرة ديالك؟ مدنية مختلطة. عطاك لكن ممكن تنصحيني بشي وصفة طبيعية. ما عندكش مشكل مرضي؟ ما عندكش فقر الدم ولا شي مشكل؟ لا ما عنديش. مأكده ديتي الاستشاره ديالك طبيه ولا لا؟ لا. ومني كيكون حب شباب راك عنده حب شباب عنده واحد السبب معين، يقدر يكون عندك فقر الدم، يقدر يكون هذا حب الشباب واش عندك دائما ولا غير في الفتره ديال الحيض؟ لا دائما. دائما الحيض كيجيك عادي؟ العاده الشهريه كتجيك عاديه في الشهر؟ ولكن الا جاتني يلا كيزيد بزاف. دابا هنا خصك واحد الاستشاره طبيه بنيتي ياك، ومن بعد غتحاولي في الوقت ديال العاده الشهريه تجنبي الدهنيات المصنعه، يعني الماكله ديال الزنقه، حاولي تاخدي شي حاجه اللي هي الخضر بكثره، خدي البربه، وخاصه الفتره ديال الحيض الا ما كانتش عندك تغذيه سليمه يقدر يجيك فقر الدم، هادشي باش قلت لك انا ديري التحليلات باش تتاكدي من سلامه الجسم ديالك، خدي البربه، خدي الزبيب، خدي القرقع، خدي الحوت بكثره، وخاصه في الفتره ديال الحيض. ديري استشاره طبيه وانا غادي نعاونك ان شاء الله بالاقنعه، حاولي تصلي بيا ونعطيك الاقنعه. وبالنسبه للبخاخ اللي ديريه دابا على ما تمشي عند الطبيب، ديري معلقه ديال الزعتر كبي عليها كاس ديال الماء طايب وبقى ترشي بها وجهك كل ليله. الزعتر والماء طايب تيطلق بزاف، تيطلق ونبقاو نرشوا به الوجه ديالها. وقبل ما نختموا الاخت سناء، عندي واحد التعزيه للاستاذ حسن حمام من مدينه شفشاون، تعازينا الحاره للعائله.